السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم. أنا المعلمة رشا منذر الجاسم. لدينا درس في المرحلة المتوسطة للصف الثاني المتوسط في مادة المهارات الرقمية. عنوان درسنا برنامج معالج النصوص وورد، النص الفني وورد آرت في الفصل الدراسي الثاني. قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم، بسم الله. هيا نرى الآن إرشادات التعلم عبر قنوات عين. أولاً، أجلسوا في مكان هادئ بعيداً عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة. كذلك أجلسوا بشكل صحيح ومريح. أحضروا أدواتي التي أحتاجها لدرسي، وأنصر وأستمع جيداً لمعلمي ولمعلمتي لأستوعب الدرس، وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيداً. في درسنا لدينا أهداف. هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على النص الفني وورد آرت في برنامج معالج النصوص وورد. أما عن أهدافنا الخاصة، أولاً أن يكتب الطالب والطالبة نصاً باستخدام النص الفني وورد آرت. ثانياً أن يحدد الطالب والطالبة النص باستخدام الفأرة. ثالثاً أن يحدد الطالب والطالبة النص باستخدام لوحة المفاتيح. رابعاً أن يضيف الطالب والطالبة ظلاً للنص الفني وورد آرت. هيا نتذكر أعزائي الطلاب والطالبات، ولكن ماذا نتذكر؟ نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا السابقة. هيا معي نتذكر ماذا تعلمنا. تعلمنا عن برنامج معالج النصوص وورد. ماذا به برنامج معالج النصوص وورد؟ قلنا برنامج مايكروسوفت وورد هو برنامج لتحرير ومعالجة النصوص. برنامج مايكروسوفت وورد نستطيع من خلاله تحرير ومعالجة النصوص. كما نرى ما هو شكل أيقونته؟ تذكروا معي، لونها لون البحر ولون السماء. إذا ما لونها؟ رائع، أزرق بداخله حرف W باللون الأبيض. كما نرى هنا ما اسمه؟ أحسنتم، مايكروسوفت وورد. نستطيع من خلاله كتابة النصوص والتعديل عليها وتنسيقها وإضافة الكثير من الخيارات عليها. كما نرى هنا لدي نص عن المسجد النبوي كتبته باستخدام مايكروسوفت وورد أو برنامج محرر النصوص وورد، وقمت بتنسيقه. كيف قمت بتنسيقه؟ جعلت العنوان أو الموضوع باللون الأحمر، الموضوع نفسه باللون الأسود، وضعت صورة وقمت بطباعته. ساعدني بذلك ماذا؟ أحسنتم، برنامج مايكروسوفت وورد. إذا قمنا بفتح أو تشغيل برنامج مايكروسوفت وورد ستظهر لدي هذه الصفحة. من خلالها أستطيع الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح كتابة النصوص. كتبنا قرأ الطالب الدرس، بعد ذلك نستطيع تنسيقها. كانت سوداء فجعلنا الجملة حمراء بواسطة خيارات كثيرة في الأعلى وأدوات كثيرة في الأعلى تساعدني على التنسيق، تساعدني على جعل الخط بألوان مختلفة أو جعله كبير أو صغير أو تغيير في نوع الخط نفسه من الرقعة إلى النسخ. كذلك نستطيع من خلال برنامج مايكروسوفت وورد كتابة النص بطريقة جذابة من خلال استخدام مجموعة من خيارات التنسيق على النص. فمن خلال شريط الأدوات كما ترون هنا في الأعلى أستطيع أن أكتب عنوان الموضوع الذي اخترته بطريقة مميزة بواسطة استخدام وورد آرت، أداة وورد آرت. تعلمنا كيف نقوم باستخدامها واختيار من بين الخيارات الموجودة لكتابة عنوان الموضوع أو كتابة النص بطريقة جذابة ومميزة باستخدام ماذا؟ أي أداة؟ أحسنتم، وورد آرت. كما نرى نختار من بين الخيارات الموجودة، بعد ذلك نستطيع الكتابة بطريقة مميزة وبطريقة جذابة كما نرى هنا بواسطة استخدام الحاسب لدي. تعلمنا كيف نقوم بكتابة الموضوع بطريقة كما نرى هنا بطريقة جذابة ومميزة باستخدام أداة كما نرى هنا في الأعلى وورد آرت. إذا وقفنا قمنا بالنقر عليها تظهر لدينا هذه الخيارات، نختار ما نريد
ونبدأ بالكتابة. كما نرى هنا نختار ما نريد ونبدأ بالكتابة. نستطيع عندما نقوم بالكتابة تظهر لدينا كما نرى هنا نفس الخيار الذي قمنا باختياره. كما نرى قمت بتكبير الحرف الذي كتبته، كما نرى على نفس الخيار الذي اخترناه من وورد آرت ظهر لدينا هذا الحرف. إذن هي خيارات جاهزة، ما ساعدنا بذلك وورد آرت هنا في الأعلى. نتذكر مكانها جيدا، وورد آرت. هذا ما تعلمناه في دروسنا السابقة. أيضا تعلمنا كيف نقوم بتعديل النص الفني، وقلنا قبل أن نقوم بتعديله ماذا نفعل؟ نقوم بتحديده. حددناه بطريقتين، باستخدام الفأرة وباستخدام لوحة المفاتيح. ماذا سنتعلم اليوم؟ سنتعلم كيف نضيف ظلا للنص الفني الذي اخترناه. كيف نضيف الظل للنص الفني حتى يزداد جمالا؟ من خلال وورد آرت نختار ظل، نختار كلمة ظل. بعد ذلك قبل كل شيء نقوم بكتابة النص ثم بتحديده، بعد ذلك نختار كلمة ظل ونختار من بين أشكال الظل الموجودة لدي. فماذا يحدث للنص؟ كما نرى هنا في الأسفل أضيف الظل لهذا النص، كما نرى أضيف الظل لهذا النص. هذا ما نعنيه بإضافة الظل. هيا نتدرب عليها عمليا. هيا أعزائي الطلاب والطالبات تدربوا معي حتى نستطيع إتقانها. الخطوة الأولى كتابة النص، قمنا بكتابة النص، انتهينا من الخطوة الأولى عالم الأسماك. الخطوة الثانية ما هي؟ تحديد النص حتى نستطيع تعديله. نحدده بطريقتين، إما بالفأرة أو درسنا الماضي لوحة المفاتيح. إذا أردنا بالفأرة نقف عند الكلمة كما نرى مؤشر الكتابة ظهر لدي، وأنقر بواسطة الزر الأيمن، بعد ذلك أبدأ بالسحب. ماذا حصل؟ حددت الكلمة. كيف عرفنا أنها حددت؟ ظللت باللون الرمادي. هكذا أرفع يدي من الفأرة، هكذا حددت الكلمة. إذن تعلمنا كيف نحددها بواسطة الفأرة. ماذا عن لوحة المفاتيح؟ أيضا نقف في المكان الذي نريد التعديل عليه. وقف مؤشر الكتابة هنا، هذا الخط الأسود المستقيم. بعد ذلك بواسطة درسنا الماضي شيفت والأسهم، ننقر شيفت مع الأسهم السهم باتجاه الكلمة كما ترون. كل نقرة ماذا يحصل؟ أنا أنقر على كلمة شيفت، لم أرفع إصبعي عن كلمة شيفت، عن مفتاح شيفت، ولكن السهم كل نقرة بحرف كما ترون. الآن حرف الميم، حرف اللام، حرف العين. بعد ذلك حددت الكلمة. كيف عرفنا؟ ظللت باللون الرمادي. أرفع أصابعي. الآن نريد إضافة الظل. كيف نضيف ظلا؟ تذكروا معي الخطوة الثانية أو الخطوة الثالثة. الخطوة الأولى الكتابة، الخطوة الثانية التحديد، الخطوة الثالثة إضافة الظل. من وورد آرت أنتقل إلى كلمة ظل، فتظهر لدي هذه النافذة، أشكال الظل الموجودة. أختار الشكل الذي أريده. أنا أريد الظل في الأسفل، اخترت هذا الشكل، أنقر عليه. ماذا ترون الآن أعزائي الطلاب والطالبات؟ أضيف الظل أسفل الكلمة كما ترون. تدربوا عليها أعزائي الطلاب والطالبات عدة مرات حتى تستطيعوا إتقانها. بعد أن قمنا بالتطبيق العملي لدي الآن نشاط صغير. هيا نقرأ النشاط رقم 3، صفحة رقم 396. أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة فيما يلي. يمكن إضافة ظل للنص في برنامج وورد من شريط الأدوات عن طريق ماذا؟ ألف النص الفني وورد آرت، باء تغيير اللون
جيم تغيير حجم الخط. عن أي أداة نستخدم؟ أحسنتم، نستخدم النص الفني وورد آرت. إذا نضع دائرة حول النص الفني وورد آرت لإضافة الظل. أحسنتم، نقوم بتحديد النص قبل إجراء أي تعديلات عليه. عن طريق ماذا نحن نحدد النص؟ تعلمنا الفأرة فقط؟ أم لوحة المفاتيح فقط؟ أم الفأرة ولوحة المفاتيح؟ أحسنتم، الفأرة ولوحة المفاتيح، نضع حولها دائرة. قمنا بحل النشاط. لدي الآن توصيات لولي الأمر: توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة، كذلك الحرص على الجلوس الصحيح، مساعدتهم على حل الأنشطة، تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة، كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة، تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه. في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم، وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم. كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.